طبعا هذا جدا خطير. خطير طبعا خطير. أيضا وهذا واحدة أخطر أيضا اللي هو أني أسجل عن بعد عن طريق الكاميرا تفاصيل حياة الشخص المراقب. أفتح كاميرته بأي وقت وأسجل إيش قاعد يصير وأحتفظ بالصور. هم هذه أيضا تسجل صورته وحركته وين ما يكون. وين ما يكون. حتى لو هو بغرفة النوم مثلا. بأي مكان. أفتح كاميرته بدون ما يحس وأصور كل شيء. نعم. اللي وراها. أيضا الشيء اللي جدا خطر أيضا أمامنا واللي يهدد الخصوصية إني أقدر أدخل على ألبوم الصور عنده على موبايله وأدخل على كل الصور اللي موجودة وأخذ منها نسخ وأي صورة يصورها. الحين أنا صورت. يجيني على طول تنبيه إن أصور الصورة هذه الصورة وأخذها. يعني أول بأول أخذ صوره. يعني أول ما يصور أنت اللي قاعد تراقبه يصير عندك خبر فتيك الصورة اللي هو صورها. يعني لو واحدة صورت نفسها وهي مراقبة أو جهازها مخترق على طول الصورة اللي صورتها تروح حق الشخص اللي قاعد يراقب جهازها. وهذه المشكلة تعدي على الخصوصية. طيب. وهذا اللي خلينا احنا نتكلم عن النظام هذا لأنه فعلا راح يهدد الخصوصية بشكل كبير. طيب اللي بعدها إحصائيات. أنا أقدر تكون عندي إحصائيات مثل ما تشوفون الشاشة. الحين أنا دخلت على السيستم أقدر أعرف إحصائيات مثلا شنو المكالمات اللي قاعد تصير. هذه إحصائية دقيقة عن الوقت الذي نعم. يزيد استعمال الشخص المراقب لهاتفه صباحا أو ليلا وكم أمضى من الوقت في الحديث مع فلان أو فلان. نعم. هالدرجة. ممكن أعرف لهالدرجة الإحصائيات الأناليتكس هذه. طيب. أيضا الخطير أيضا في الموضوع جدا اللي هو التحكم عن بعد في الجهاز المراقب. أقدر أتحكم عن بعد بجهازك كأنه أمامي. يعني شلون؟ أقدر بلحظة معينة أقول له يلا دز لي الحين وينهم موقع الجغرافي. أو أقدر أدز رسالة قصيرة من جهازك لشخص آخر بدون ما تسوي شيء. والشخص الآخر يستلم يعني أنا مثلا أنا مراقب جهازك. أقدر عن طريق شاشة التحكم عن بعد أدز رسالة من موبايلك لشخص آخر وأنت ما دزت الرسالة. الشخص الآخر تطلع الرسالة إن أنت دازها. وفي الحالة هذه راح تسبب مشاكل. أنا ممكن أدز رسائل باسمك وأنت ما دزت الرسائل ويعتقدون الناس إن أنت اللي أرسلت الرسائل. لهالدرجة. لهالدرجة تحكم عن بعد. أقدر إني أسوي لوك للسكرين. أقدر إني أفتح الكاميرا. أقدر أفتح التسجيل. طيب. تحكم عن بعد. إذا أنت تقول دكتور إنه ممكن في يعني دقيقة ونص أو دقيقتين أو ثلاث دقائق بالكثير يزرع مثل هالبرنامج في تليفون أي شخص ويصبح هذا الشخص تحت المراقبة الكاملة. نعم. واحد بيعطي واحد هدية أو. نعم ممكن ممكن يعني مثلا ممكن. يعني ممكن إن شخص يعطي شخص آخر هدية والهدية هذه عبارة عن موبايل وهو زرع عليه برنامج تجسس وأعطاه للشخص الآخر. إحنا الفريق مسوين الهدية هذه أو هذه الحين مثلا هدية واضحة بيدي. حطي الكاميرا عليها نانسي. أوكي. طيب الآن الهدية هذه لنفرض أن واحد أعطاها حق واحدة. نعم. ماشي. وتالي فيها مراضية تنفتح. ممكن يكون الجهاز اللي هني في هالقوطي هذا في برنامج محطوط على قولتك نحط بدقيقة أو دقيقة ونص. دقيقتين وخلاص. ها؟ ومراقب. هذا الحين جهاز جديد. نعم. ممكن يكون الجهاز هذا مزروع فيه. مزروع فيه البرنامج ويعطيك إياه هدية وخلاص. و يعني تقدمه مثلا خلنا نقول زوجة لزوجها. يعني مثلا. ممكن. وطبعا هذا في الحالة هذا أنت قاعد تفقد الثقة بين الزوجين. أكيد. وقاعد تسبب مشاكل. بس أنا الآن قاعد أسأل بشكل علمي وبشكل موضوعي. لو الزوجة مثلا عطت ريلها هدية وهو مستانس. نعم. إيش هالمرة اللي تحبني وتموت علي. نعم. أخذ منها الجهاز. ها. يصبح يعني كل تفاصيل أو تصبح كل تفاصيل حركة هالريال طبعًا. وين يروح وين يجي من يحاكي من يمسج من يدز له مسجات ايش يكتب ايش يقول كلها عند المرأة. نعم. والعكس صحيح طبعا. لو هو أعطاها هدية أو واحدة عطت واحدة هدية سواء هي من نفسها أو بإعاز من شخص آخر عطي رفيجتك الجهاز هذا والبرنامج مزروع داخل ممكن تكون كل حركتها وكل تليفوناتها ومسجاتها وصورها الشخصية والخاصة حيل كلها عند هالشخص اللي دز لها هالموبايل هذا هدية طبعا. وهذا اللي قاعد طبعًا. تقوله طبعا. فهمتك أنا بشكل صحيح. طيب باقوا صورها ويعني وطشروها بالنت باقوها بهالطريقة اللي حكى عنها الدكتور وطشروها بالنت فانهارت ودشت مستشفى الأمراض النفسية.
هذه مأساة حقيقية تسمعونها، تسمعون تفاصيلها، ويعني بتشوفون شلون هاللي صار صار، شيء يعور القلب، شيء مؤلم، شيء ما كنا